والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم هي وظيفة الأنبياء. فأنت يا أخي الأندونيسي حفظك الله تريد أن تدعو إلى الله ثم لا ينالك أذى ولا يقال فيك ما قيل في أنبياء الله وفي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن صراخهم ذلك مؤذن بأن دعوتكم لها نفوذ، لأن دعوة أهل السنة هم يدعون الناس إلى ما ينفعهم، وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. نعم ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا لا يدعون الناس إلى تقليدهم، فهم يقولون لسنا أهلا لأن نقلد، ولو كنا ندعو الناس إلى تقليد لدعوناهم إلى تقليد أحمد بن حنبل أو تقليد علي بن أبي طالب أو تقليد أبي بكر الصديق، ولكنهم يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبشركم أن دعوتكم ستعم أندونيسيا كلها بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن الناس يميزون فرق بين دعوة أصحاب المصالح وبين دعوة نعم ليس لأصحابها غرض إلا ما ينفع المسلمين.